إغلاق الكافتريات والمطاعم داخل صالة مطار البصرة، والسبب هو رفع مبالغ الإيجار إلى الضعف. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين من داخل مطار البصرة يتحدث حول هذا الموضوع، فلنتابع. إغلاق كافتريات ومطاعم مطار البصرة بسبب الأسعار الجديدة. حجاج المعتبرين بالصالة وماكو أي خدمات، الكافتريا معزلة، الكافتريا الثانية معزلة، والمطعم الثاني معزل، وأغلب شركات الطيران تركت وغادرت المطار بسبب التسعيرة الجديدة وقانون رقم 6 على الكافتريا. باقي بس الإنارة ماكو بيها، وهي الصالة مليانة مسافرين، لا توجد أي خدمات داخل الصالة.